وحير لسكو دردره وح بدن أي نقانيسا إلهنا سبحانه وتعالى ضد بدن أيو كبد بعدين إياه مرول بأنه كود دالنا إن عندك كاس يجا أو دبعتي سن أنه جرب استأجنه وسؤال مهم ضد بدن إسويدية مرول ضد كان بنت الشيء يا فر بدن سأل وحقتنا يا مسكين كأنه يهرب كو وحنكب اللعبة هرت قفكم مركو عمل خيري واستأجوا ولا لبيع نعم ضدكم الله بمدوي قفكم جنا عصتضة إلهي وحسيي ضدك نوع عصة وسواء أنت اللي حقيقي الله صوت لقاه يو إلهي درتوا عاوية إلهي درتوا عاوية وماشى وحك ربي حل هيدن وماشى إلهي يقول وين هيدن بضنا من جنا عصتضة ومليومات بركن لعقة أو هايسته أو لقيا وهل مسكين وصدق وصنا عاوي فربضنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا لا يصدق هذا الله نبركيه أدونك ملك استودك جوكتان عمر ديري عفاد الله نسيه وإن كجم هذا علينا قابك أوسي شجرين إنسان أولاق أوسار إنسان نروح يسوق بي يروح أسي شجرين يكلاق سارية إذا إن كان الله واسكو أجر ما دام أن وحن كشقين هنا إيه وح قيرية برامشة أن سوق بيني هنا إيه وح قيرية بلشوا سوماليين أن فعات بدن إيمان فعات بدن إكليان علماء ذا يوحيابه أي سوق بيان إكبرنا يان ما أنت وحمر كلام مرتي إنه جو برامش كنا سؤال سفير كا شيخ محمد معالن أبشر إن شيخنا سودو مركوري بارك الله فيكم جزاك الله خير مرحبا بك الله أكبر كي شيخنا إن وحاجر تبرام الشيء أد وديت أو أه إن مشاريع قيرية إن برصدو كوب لاوضي إيو حكو دليي برصدو شيخنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مشاريع ذا خيري قاعة يرونتي عن اسكودة إني اسكودة يانو إنا نو استاقو وفضل إلهي سبحانه وتعالى إن قفك إلهي وتصخ إنه كوقن عائنه بالشدة أديه وحيقول لي نبي قول كيس صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس ذاتك واحد أقول خير بدن قفك ذاتك أقول نعفق بدن وحان إسليه تشري مركا سي خير يدان لويه لكرا حيقول لي نبي قولك صلى الله عليه وسلم أُوِيرِ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أنت أدونك وأدونك ولالك أكالمين يسد هيا إلهي كوك ألمين يا مركب مدو بلان بوحان أركي دتك مش عليه ده سلا بقي بابك كوبان طهي قيب أو مساجد إيه اسمه هذا إيه مدارس إيه عاون تاس حاجة إيه إفطار وصائم كا قيبنا وبلشدة دت كذا لبن إن الصوم بن دقه وبلشدة اللو ده وحن أجن هاي دت كذا لبن وعذر هذا كله دونا يكون دعان وفقراء أو حباء هيسن دولة عاو صمله هيا ده خيريه وتاجرنا ماله فرين تودنا ما جارته بالشدة كل جا وكل بيني بروح يلا قف يلا وقرأ بدي سابقك لكن عض دار وبالشدة جاره ماله تذكر هسي ما كان في شيء وحان سكتش على يسترونتي إن إلهي يقول وادوه إن عن كلمة دي ده كعاوي مدة 8 سنة كدو تقريبا أنا مسدي سنة كدو بان تطلب أن أرك هاي سوشيال ميديا هنسود لجاي. ده كاسي مر كان صاد لجنا مرة ومر كذا بيسا ولا عاونها هي ده كوا برنا هيين إن خير كوب حيان. تلابوين يخطوات مر كوا حشره وقف كاسلا راعيو إن الصابن دجا كهريسو. marka runtii aad iyo aad baan waxaan u jeclaa inaan bulshada kaga qayb qaato inaan kelmadeed ku caawiyo dadkan dhibanna baalka la yiraahdo aan garab istaago kelmadeedana ilaahay aan uga bariyo ilaahay inuu ku anfaco ilaahayna aan u niyeesto inuu ajir iyo xasanaad badan iga siiyo dadka khayrka badan ilaahay ugu daro aad bay runtii arintaas u mira dhashay oo loogu guuleystay
دينا عكلا اسمها مساجد هي مدارس القرآن كأنا ومر كان عرقنا مسجد ضيعا أما مدارس القرآن ضيعا أما باهي أي شرتو وح اسكت دي على رنتي إنان اسكت ضيعه ماشى أنا استاجو برشل أو بندقو إلهي وافض ضيع مت كسته وين الدسمتة وين الدماتة وحان مر كتشعل مر وبتشعل هاي إن أنا كعجسين بلشوا وحرن وفرها بضنا إله إذا كيس إني سكعجسين أيام رتشينا هي ويا ضد بضن بتشعل إن خير كوحكود درسان وكغيب غطان أيام مر كان أنا صادقين وأنا المسجد يو أنا صوبن دقين أما قف اللي بنا أنا صوبن ضد بصوعة وحلي يهين شيخ أيام تان محارد عاي صدقتي أنا لبي حجرنا ماشى كل لبي حجرنا نوال صوبن دقين أيام تاني marka taas waxa ay ugu dhalisay runtii in aan dadka khayrkaas jecel aan kala qayb qaato ma sha Allah Allah ku barakee sheekana jisaakallahu khayran in tabaa waa mashruuc qeyliya oo umada ku caawinaysid ama madarisa aato ama masaajid aato aad umada khayrka u bandhigaysid sheekana in waxa jirta in marka barnaamijkaas aad bilaabaysid shuruudo u baahan yahay dabcan masaakiinti hada dadkan Nairobi joogan garanayna masaakiin masaakiinta way dhaaftay ee masakin dab ay ka tahay way jirtaa aan soo bandhigayni duruufooda iyo dantooda sidoo kale waxa jirtaa masakin dantooda iyo duruuftooda soo bandhigayna bulshada soo bandhigaya marka see ku kala xulataan see ku kala aqoonsataan karunta sheegaya iyo kabeenta sheegaya see lagu kala yaqaan dadkana si u faahfaahin leed arinkaasi waa su'aal muhiim ah dad badan is weydiiyaan mar walba dadkan beenta sheegaya far badan see lagu xaqiijinaya miskiinka inuu yahay dab ko waxaan ka bilaabaa horta qofkan jirada uu sheegay oo uu yiri jiray waxaan qabaa wadanka wax looga qaban waayay maxaa cadeynahay isbitaalka waxaa jira magaalada Muqdisho ku yaala oo aan ku kalsoonahay niman dhaqaatiir oo ahlu diina oo ahlu iimaan oo aan ku kalsoonahay waa inuu cadeyn ka keena waa u dirna cadeyn waa in la helo cudurkan inuu qofkan uu qabo inuu yahay cudur halis ah wadankana waxba looga qaban karin inta marka la helo qodobka labaad waxaan ku darnaa qofkan hadii dibadda loo qaado in wax laga qaban karo maxaa cadeynahay dokumentigii isbitaaladaas waxa loo diraa Turkiga ama Hindiya kala loo diraa qaar kamid waxa yiraahdaan wax kala qaban karo qofkaas marka dibadda loo qaadi karo wuxuu u baahan yahay in qofkan uu faqadu faqir yahay meeshii lagu caawiyo ma soo bandhiga kaasaniga saajidayaan kelimad ka jeediya ila qofka la caawiyo ma hane social media ma soo dhigo hadii ka soo jawaabaan isbitaalada Hindiya iyo Turkiga ku yaala qiimaha ay kaga qaban karaan soo sheegan waxa leeyahay midna cudurkan waxba laga qaban kara waana lacagta looga qaban karaan waa intaas $20,000 $20,000 $30,000 marka intaas ay timaado ba waxaan masna xaqiijinaa qofka inuu faqir yahay oo uusan awoodin maxaa cadeynahay waa inaan helaa dad aan ku kalsoonahay oo ii cadeeya qofkan ileen Soomaalidu way is yaqaanaan dadku way is yaqaanaan gobolka uu ka yimid dad baa jooga aan aqaano magaalada Muqdisho baa la yaqaanaa maxaa cadeynay inuu faqir yahay markay cadaatay inuu faqir yahay waxaan u gudbaa tilaabo kale ah dadka walaalihiis ah ama aabihiis iyo hooyadiis say wax u haysta waxaa day heli karaan waa dad wax haysta ay yihiin oo caawin kara ayagaan u yaraa ii keen baa iraahda markaasaa waxaan iraahdaa intaana caawiya intaana aamada u bandhigno intaana idinku bixiyo hadday cadaato inaysan waxba awoodin dadkaas duruufta aysan awoodin markaas ka bacdi waxaan diyaariyaa masna qofka in baasaboor loo sameeyo qofkan iyo qofkii raaci lahaa hadii qof raacayo baasaboor loo sameeyo kow in fiisada loo dalbo labo in akoon lacagta ugu soo dhacdo iyo lambar uu leeyahay loo furo intaasaa la diyaariyaa ka bacdi waa social media la wadaagaa taas liftigeeda waxa la socotaa lacagtan markay akoonkiisa ku soo dhacdo ilaa anaga lambar aan leenahay ama masaajidka saxaaba uu leeyahay lacagtu kuma dhacdo oo luubana shubo qofkan dibanaha ah akoonkiisa iyo lambarkiisa baa lacagtu ku dhacaysa maxaad cadeynayo damaanad qaadahaya in lacagtaas qofkan lagu kaxeynayo oo lagu soo dhaweynayo ee aan dana khaas ah dadkii aysan u adeegsanahay taas liftigeeda ayaa waxaan ku leenahay masna mas'uuliyad kale lacagtaas oo kale hadda u baahano akoonka asagu kama saari karo ilaa in la ogaado maana gudi baan u sameynaa
إن العقد أكون بحه ماشي كت لوس دويه وح إلهي فضل جيسا أنت مركان صامرنا دعاء أنكو كبنا إلهي بنبرنا سوشيال ميديا صار دقنا سداس أي برنامج كاس يكون نجح ضدك هذا أنت دبده تجان لسوق علي ولا سود دويه وكون جول يستي كنتي هل يلا يصدق ما ليكم كوا كليها لو بدلي والعقد اللي جو بدلي السوشيال ميديا اللي جو بحيه وهذا قبل السداسة قبل السداسة وقلا أنا قرنا هيو وإتميت أيوة كليه اللي جو بدلي عارف ما تقبطه في عنه شوكته كوا عدو كان كسر خود عيو حمنها قارك ولا جوي أيوة في عن بجريه دي المدة كل الشغل إلهي سبحانه وتعالى ونقول جولي كوا شران مرك حق اللي جي اللي قلايك بعدي قولي أنت وا شران لكن ما بدنا أنت بدنا ضد كوا كجولستين الحمد لله الله أكبرك يا شيخ أنا جزاك الله خيرا إن وحن أقنا هاي أذنك كلال كاس يسؤالات كاس يباريتان كاس يحقي جنتاس يبلش أبرد يجتان كاس بدل مريا أما سفر بدل أقول يا ساد مشاريع يمساجد يمدارس أقول يا لايدين تصالان سد نيرو هاد كنت معذين وكرتو هاد مشروع إماتين إن وحن نعدا إن دت إن أو دنيرة أه أما دت أو ضيال أه ina idaba in idaba dhigteen oo waxaad sameysaan ba ay tooshku in ku ifinayaan oo ay ku qaab qaldan wuxuu agaasimaya ama qaab qaldan timber in kugu saaraya yaani ay ka sii arkaan way wax qalda ama ninkan ee mashruuca ka saara ama wadaadkan maxal ila hal aanbaarayo ama gruubkaas laga hal go mid digo yaani dad badan asas aan aragno ku daba dhigtay marka dadkaas dhibaatooyinka kaaga imaatay ama waxyaabaha aan la yaabto ka soo maagay ama waxyaabaha kugu maagayeen maxaa kamida sheekh soo dhow horta qofku markuu amal khayriyo u istaago wala dhibaya naxam dadkuna laba mid weeyo qofku inuu saalix yahay iyo inuu muslix yahay inta hagaagsan ba ka hadlaya saalix waxa weeye asawa fiican yahay qof hagaagsan weeye لكن دنتي سأنبو كوكوبانيا مصلح وحوية وحو الربا إنو وحقاتي هدا صالح تاي وعلو إسكا أوها يكسن تاي صلاة دادا يا مساجد كاي أكو كوبان تاي دادكو حمكو عم بارين ما يعنى كان شيق ميان مركا ترى هديد إصلاح بان كشقين ايا أو مصلح بان نقون ايا وحبان هقاتين ايا وقاتل لابا قاديد كاله ايا وحاكو فرما يدقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنت وحي يكسود جنكار أكتو ذا وحي كأها قريش محمد الصادق محمد الأمين أمام بولها أسو صالح بوها مركي وحي يكسود جاي ودعوة أو باللابي أو اسم مصلح النقضي مدي وحاجات شنو يقول النقضي ما حي يقول بالدلين أو يكون باللابين وحي لهذين ساحر كذاب محمد الصادق يا محمد الأمين ويكرا لافتي وحكومة عابين وكو عمباريين ساحر كذاب أنا ومركب الهامش كان بالله بيني هديتها هاي مدارس هديتها هاي الدعوة وحن أقنا هاي ضد بضان أو نبسان يا إني تشران هو دعا يدين إياه وكرر يدين إياه هالكاس إن دعايتك سميان واتشران وحكستو أي سميان وحن أقنا هاي إن أن عمل كان ويا عمل إهل ودواني هدف أدريان أنك الله هاي إلى قاركود مركان بلابة هني أم بلابة الحمد لله بان بريي إن أنا الدوية أنا كريادين دن خاصنا أنا كده حريادين در إله أنا عاوي وحال إيش يا جماعة إلى قاركود أنا ما قانة نيروبي مية كتير تام يوروب كتير تام مريكا كتير تام إلى قاركود لعجها خير يا مركان العروريو ضد واحد شراء يرى هذا ضد كعروري خير جاس برسنتج بقول كي طبعا أكلة قف كان شقيه هلاسي أنا جت هسي وأنا جم ممنوع عمل كان خيري جاء وأن كشقينا إنه هل دولار إن حتى وكقاته يرك كاميرا مانك أو كشقينا أو دوبه هل دولار كمقاته باورك يا تاكسي جاء راعي إنه قفك دبنا أتجي إنه أنا جالس كبحنا قرش كان نجوب حياة أو أديد داسي سفر كعسى أنا جابحنا ومد أنا لنا هاي إلهي أن رجين إلهي إنه أقام المريو وإلهي إنه أرزاقه إن أن ندن الدنيا أن كل إحرادي ما دام السيد أسوي هاي إلهي ونبرك قف كست أو دبان الله صادقه إلهي وكو قولي ذات كان سمرك وحوي دبان أو أيوه وحاس كل إحرادي نهاية حان لا يهاي وحويان وربول شدة
wax badan oo aad u qaban kartaan oo khayr ayaa jirta ha ku mashquulinina qof dhiban oo laga shaqeeyay masaajid la dhisaayo madrasa la dhisaayo macallimiin la caawinayo inaad dacaayadeysaan aakhiradiina ha u beelinina hana ku mashquulinina bulshadu wax badan oo badan oo badan ba ka dayacan ku mashquula waxa xun inaad hagaajisaan bila tawfiq allah ku barakee jasaakallahu khayr su'aashina inagu dambaysa ama talasiinta bulshada soomaaliyeed guud ahaan dadka wax haysta ee dadka barnaamijyadan oo kale inay u istaagaan u qoomaan ay tahay een maxaad kula dardaarmaysaa dadka inay sameeyaan ama aad adigu ficilka u baraawday inay ku daysadaan ama ay ficiladaas la midka ah masaakiinta la caawinayo madarista la dhisayo masaajidda la dhisayo soo dhawashadana dadka culimada ah waliba ha ugu horeeyeen iyo ganacsatada iyo akhyaarta jecel inay u istaagaan laba arrimood baa u dardaarmaya kow inay ilaahay dartiis camalka ugu qabtaan oo ayna qofka u eegin qabiil qaraabo gooni ah deegaan gooni ah dhibbana inuu yahay u caawiyaan oo kelimadooda ugu caawiyaan oo dar ilaahay ay ka tahay qodobka labaad wax dhaqaale iyo adduunye ah inaysan ka hoos raadin ee ay ku didaalaan in ayagu ilaahay dartiis qofkaa dhibban u caawiyaan dacfi kalena aysan ka raadin weliba waxaan ugu baaqayaa rag badan oo culimo ah oo mashaayikh ah oo waxaa jira kelimadoodu masmuuca ay tahay oo hadday ayagu soo dhigaan dad badan ay ku xiran yihiin u yeesha bulshada nacfi oo waxaa samaysaan walow fi shahri maratan bishiiba hal mar ha ahaato inaad qof dhibban aad social media soo dhigtaan oo shuruudahan marisaan oo adigu adkaynaya amaamallahi mas-uuliyaddaa qaadahaya ilain qofka maraykan iyo yurub jooga ama jooga mataqaan dalka jooga $10 ama $100 oo bixinahayo wuxuu ku bixinahayaa shiikh hebel baa soo bandhigay waa run saasuu kugu aamini adiga marka waxaa waajib ku saaran uu yahay inaad xaqiijisid qofkaa inuu yahay qofkii dhibanaha ahaa oo dhabta ahaa inuu yahay waajib ku saaran wey marka waxaan leeyahay rag badan ha u istaageen mashruucaan ikhlaas iyo dar ilaahayna ha laga raadin dan khaasan yaan laga raadin koox iyo gruub iyo meel hebel iyo deegaan iyo qabiil midna yaan loo eegin ilaahay dartiis ha loo caawiyo waad ku guulaysanaysaan masaakiintana wax badan oo badan oo badan baa loo tari karaa waxaan rabaa inaan ku lifaaqo ganacsatada ilaahay wax siiyey dadka noocaas ah oo sidaa inta loo xaqiijiyo lasoo dhigahayo ilaahay darti u caawiyo ilaahay darti u caawiyo waa meeshaa wax kula bixi lahaydeen meesha ilaahay ugu dhowaan lahaydeen badanaa nin ganacsado ah oo milyumaad barkan lacag ah oo haysta oo laga yaabo hal miskiin uusan dhowr sanaba caawi fara badana waxaan leeyahay caawiya masaakiinta noocaasa ilaahayna miisaanka xasanaadka ah inoo saaro bilaatu allah ku barakeeyo jasaakallahu khayran cimri dheer iyo caafimaad allah ku siiyo sheekhana sheekh maxamed macalin abshir aana ka wareysanaynay mashruuciisa khayriga ee bulshada soomaaliyeed iyo masaajidada iyo madaarista uu ku dhiso halkaana mashruuc qayriyona u joogo sidaan sheegayba intaas ayaan jeclaaday inaan ku soo koobo wixii faahfaahina ama aad sheekha kala xiriiraysid ama aad sheekha jeceshahay inaad kala hadashid ama aad jeceshahay inaad sheekh kala qayb qaadatid barnaamijkaasi idanka alle uu kuu furan yahay sheekha waa nin caanu la yaqaano waa nin muqdisho fadhiya idanka alle waa kugu soo dhoweynaynaa xiriir wacan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wiilkan saa arkaysaan xanuunkan uu qabo waa xanuunkan kaankarada ah kansarka waddankana isbitaallo badan markii la geeyey isbitaallada ugu fiican la geeyey ilaahay miisaanka xasanaadka allah idiin saaro sadaqa jaariya oo goyn allah inkaga dhigo